عندما خرجنا أخذنا لبسنا وذهبنا إن شاء الله مشينا. إذا يكون عندي كيس ثقيل ما أستطيع أن أفعل بعض الأشياء. وبالنسبة لذلك أنا أخذت هذا الكيس صغيرة وسهلة لأجري بعض الأشواط وأفعل كل شيء إن شاء الله. جبت كل حاجة اللي نحتاجها والحمد لله. إزازة مية، مناديل الجيب، معقم، ماشي. هنا في ممكن تلاقي مثلا فوطة اسمها فوطة امتصاص، تمتص المية وتفضل رطبة على وشي طول الوقت. عارفة كل حاجة جميلة مع ربنا سهلة كده حلوة، ربنا ميسر لنا الطواف والسعي. Overdo it. I recommend you to overdo it because you don't know when you're going to need things. Or like the person next to you might need things, so just take everything.